البنك المركزي أعلن مجموعة من البيانات والأرقام المهمة اللي هيكون ليها تأثير كبير على الأسواق الفترة اللي جاية. ووفقاً للقوائم المالية اللي كشف عنها المركزي، ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع يصل قيمته ل 1.5 تريليون جنيه. وسجلت أرصدة الذهب بالبنك المركزي 238.604 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. كمان ارتفعت أرصدة المركزي لدى البنوك إلى 400.90 من ألف مليار جنيه طبعا بنهاية يونيو 2023 مقابل 264.100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. كذلك سجلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي 12.266 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.751 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. وكشفت القوائم المالية عن ارتفاع مساهمته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 وده مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. كمان ارتفعت مساهمات المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. وارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه في يونيو 2023 مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022. وبيعتزم المركزي تدشين شركة الهوية المالية الرقمية لتنضم لمساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات وهيساهم بنسبة 55% من رأس المال في الشركة بقيمة مساهمة بلغت 275 مليون جنيه وبتتضمن استثمارات البنك في رؤوس أموال الشركات كلا من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وده بنسبة مساهمة 25% وشركة بنوك مصر للتقديم التكنولوجي بنسبة 53.8% وكمان شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20% وشركة إيجي كاش للحلول النقدية بنسبة 35 وشركة ألتيرا للبنية التحتية المالية الرقمية بنسبة 100% وده بجانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بنسبة 70%. كانت معاكم سارة مجدي من بنكير. بنكير نبض البنوك.